استفزنا واحد المنظر هانتوما كتكون جاي في طريق عادي حتى كتلقى واحد القادوس بدون غطاء وغارق. هانتوما متابعينا الاعزاء، غادي نعاود نقولها، تيعطيو سيارات المصلحه باش الدور. واعي عباد الله، خرجوا من المكاتب، خرجوا تخدموا، خرجوا تخدموا المنتخبين. راكم كتشدوا الصالير على ظهر الناس، راكم كتشدوا عندكم واحد الامانه ما فهمتش. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله مره اخرى من مدينه طنجه احييكم. وبالضبط هذا المكان هذا جا بحال الرامبوان ديال كيسموه رامبوان د 20 في مدينه طنجه، وكذا في طريق بحال اللي في اتجاه لافيراي ديال مدينه طنجه. استفزنا واحد المنظر هانتوما كتكون جاي في طريق عادي حتى كتلقى واحد القادوس بدون غطاء وغارق. هانتوما متابعينا الاعزاء، شوف غارق، يدوز شي واحد بصير ما تيشوفش، شي دري صغير يدوز يلعب من هنا يطيح في هذا القادوس هذا. اذا ما هذا يا هذا؟ غادي نعاود نقولها ونكررها، فين هما المسؤولين؟ واش ما داش من هنا شي مسؤول؟ انا ما فهمتش علاش ما كيديروش مراقبه ودوريه وينزلوا للارض الارض الميدان ولا العين المكان ويشوفوا هذا الشيء، لان صراحه حشومه عيب وعار. حنا غنبقاو نهضروا على مسائل اللي المفروض المسؤولين خصهم يديروها. من المفروض هذا؟ غادي نعاود نقولها، تيعطيو سيارات المصلحه باش الدور. واعي عباد الله، خرجوا من المكاتب، خرجوا تخدموا، خرجوا تخدموا المنتخبين. راكم كتشدوا الصالير على ظهر الناس، راكم كتشدوا عندكم واحد الامانه ما فهمتش انا. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا هذا مغرب المفارقات، ها انتم بنيه تحتيه ما عندنا ما نقولوا فيها، لكن باش نلقاو بحال هذا القادوس بحال هكا ما بغينا حتى واحد يطيح ويتهرس. اذا قدر الله ما بغيناش يتضرر شي واحد، حنا الهدف ديالنا ما يتضرر حتى واحد، هذا الشيء اللي بغينا. ها انتم الدنيا هنا زوينه ما قلناش، ولكن باش نلقاو بحال هكا اسمح لي لا والف لا، ما بغيناش نبقاو نشوفوا بحال هاد المضايق، حشومه وعيب وعار. اذا ها هي الرساله لمسؤولين مدينه طنجه، خصوصا المنتخبين، خرجوا تخدموا الله يجازيكم بخير. راه ماشي تبقاو تخرجوا حتى لوقت الانتخابات، من فوق الانتخابات والتصويت تخرجوا وكتسخروا جميع الامكانيات باش توصلوا للجبال والاعالي، ولكن في واقع الامر غير تيدوزوا انتخابات ما تنبقاو نشوفوا حتى واحد. اذا ها هو هذا القادوس، هذا راه ممكن يطيح فيه شي واحد اذا قدر الله، وحنا ما بغيناها لا حتى واحد. اذا ها هي الرساله عند مسؤولين مدينه طنجه، خصوصا المنتخبين ديال هذه المنطقه. وصلنا لنهايه هذه الحلقه، وكان معكم ربيع دحاني.